ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري الأربعاء بالعاصمة عدن مع رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي المهندس يسلم باب الغم عددا من القضايا المتعلقة بعمل الهيئة والصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل الهيئة وسبل تدليلها. وتطرق اللقاء إلى أداء الهيئة وفروعها في كل من سقطرى وشبوة وتنظيم عمليات الاصطياد التقليدي بما يهدف للحفاظ على المصائد السمكية وتنميتها. وفي اللقاء أشاد الوزير السقطري بما قدمته الهيئة من دور ريادي ومتميز في أدائها رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها نتيجة للظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد.